هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اسي مابل، دنتالي. تعرض بيانات المشتركين في شركتي الاتصالات تيليتفو وتيلينور للاستخدام بشكل غير قانوني من قبل شركات تسويق، حيث تم الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى نظام مبيعات الشركتين. وكالة الأنباء السعودية نقلت عن شبكة تيلينور قولها إنها اكتشفت العديد من عمليات البحث غير العادية عندما قامت بمراجعة دورية لنظام البيانات. الانتهاك يبدو أنه حدث بداية العام الحالي 2019. رصد قام به راديو إيكوت حول القضايا التي يتناولها السعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أن القانون والجريمة بالإضافة إلى قضايا الهجرة والاندماج هي المواضيع الأكثر تداولا على موقعي فيسبوك وتويتر وغيرهما خلال شهر أكتوبر. النقاشات تركزت على أعمال العنف الفردية وجرائم العصابات والوضع الاقتصادي للبلديات، كما ازداد اهتمام السعوديين بموضوع التعليم الذي جاء في المرتبة الثالثة على موقع فيسبوك. تقرير للمحطة الرابعة في راديو سويد يكشف عن أن مكتب العمل دفع أكثر من 5 ملايين كرون لشركة دعم ومطابقة في مدينة فيكخو بهدف إيجاد فرص عمل، لكن اتضح فيما بعد أن الشركة ليس لديها أي باحث عن العمل. المكتب وجد أن الشركة لا تحوي أي مشرفين بالإضافة إلى وجود العديد من الموظفين فقط على الورق. إدارة النقل السويدية تقرر اليوم تخفيض سرعة السيارات على إجمالي أكثر من 100 كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء البلاد من 90 كيلومتر في الساعة إلى 80 كيلومترا في الساعة، وسيبدأ تطبيق حدود السرعة الجديدة من بداية نوفمبر القادم. الهدف من هذه الخطوة تقليل حوادث الوفاة جراء تصادم السيارات. وحتى العام 2025 تخطط إدارة النقل السويدية لتقليل السرعة على أكثر من 400 كيلومتر من طرق البلاد. الأرصاد الجوية السويدية تصدر تحذيرا من الدرجة الأولى حول مخاوف ارتفاع منسوب المياه في أراضي محافظة هالاند بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة ومناطق أخرى من البلاد منذ نهاية الأسبوع حتى صباح اليوم الاثنين. منطقة تروب التابعة لذات المحافظة شهدت كميات أمطار بمستويات تعادل أمطار شهر أكتوبر بكامله. دول الاتحاد الأوروبي توافق على قبول طلب لندن تأجيل خروج بريطانيا من التكتل إلى 31 من يناير كانون الثاني، وبحسب نسخة من الاتفاق فقد يتم البريكزيت في 30 من نوفمبر أو 31 من ديسمبر في حال أقنع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان بإقرار اتفاق بشأن الانسحاب قبل نهاية العام. ووافقت فرنسا التي كانت من بين أكثر الدول تحفظا على مسألة التأجيل على المهلة الجديدة لكن بشروط. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي مابل، دنتالي.